الحلقات الثانية والأربعون في تفسير جزء عامة، والحلقة الثانية في تفسير سورة الشرح. قلنا بإجماع المسلمين إجماعا قاطعا على حرمة نسبة الكبائر أو الشرك أو الصغائر المصرية إلى الأنبياء، ومن قال خلاف ذلك فهو ضال مبتدع. طيب النهاردة هنتكلم على الصغائر. من قال بوقوع الصغائر من الأنبياء وبما استدل؟ مجموعة من العلماء قالت بوقوع الصغائر من الأنبياء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدلوا بإيه؟ استدلوا بدليلين. أول دليل نص القرآن والسنة على وقوع المعصية من الأنبياء وتوبتهم واستغفارهم، مثل قال الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى. اثنين بتفسير مجاهد من طريق أبي نجيح، ذنب وزرك يعني ذنبك، وقال قتادة عن طريق سعيد وزرك يعني كانت للرسول ذنوبا أثقلته فغفرها الله له. من رد على أدلة من أخطأ بوقوع ما أدلة ما رد على أدلة الخاطئين الذين قالوا بوقوع الصغائر من الأنبياء؟ الرد الأول، جاءت الأدلة القاطعة على أن الأنبياء معصومون من الصغائر والكبائر. إيه الأدلة ديت؟ أول دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، قال اتق الله واعدل، فقال النبي ويحك فمن يطع الله إن عصيته. فمفهوم الحديث إن عصى النبي ربه لم يطع الله أحد، وده استفهام الاستنكار ونفي المعصية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى عز وجل عن صالح فمن ينصرني من الله إن عصيته، يعني لو أن الرسول عصى الله لانتصر منه ولما وجد من ينصره، ولم يقع قط أن الله انتصر من رسول وعاقب رسولا أو عذبه، إنما انتصر لهم وأكرمهم ودمر أعداءهم. ثالث حاجة، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. طيب هذه الآية من أدلة العصمة، فإذا كان كل من هداهم الله يقتدى بهم فهذا يدل على إنهم لا يتعمدون المعصية. ده الرد الأولين، عندنا ثلاث أدلة على أنهم معصومين. الرد الثاني، المعصية لنص القرآن والسنة على وقوعها من الأنبياء وتوبتهم منها واستغفرهم ليست صغائر ولا ذنوب، بل هي من أفعال فعلوها خلاف الأولى. الأفعال دي لا تليق من أفعال لا تليق بمقامهم، بس هي من الذنوب. فحسنات الأبرار سيئات المقربين، وما هي إيه؟ يا إما سهو نسيان لا وزر عليه، يا إما خطأ غير مقصود لا وزر عليه، يا إما اجتهاد خاطئ الذي عليها أجر، يا إما فتور عن الذكر ليس عليه وزر، يا إما فعل خلاف الأولى وليس عليه وزر. دول الخمس حاجات الاحتمالات الواردة، والخمس حاجات دول لا يليقون بالأنبياء، فلذلك سموهم الأنبياء إيه؟ سماهم الأنبياء إيه؟ معصية. الرد الثالث، إن خلاء إن تفسير مجاهد وتفسير قتادة ده مردود بتفسير تاني علماء أعلم منهم، ومردود بالأحاديث النص على إن الأنبياء معصومين. طيب ما مثال وقوع السهو والنسيان الذي لا وزر عليه من الأنبياء وسموه معصية لأنه لا يليق بمقامهم؟ أكل آدم من الشجرة كان نسيانا، والدليل قال الله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وسماها الله معصية فقال وعصى آدم ربه فغوى، وعدت معصية في حقه لأنه ما كان ينبغي له أن ينسى كما ينسى باقي الناس، خصوصا مع هذا المقام. طيب ما مثال وقوع الاجتهاد الخاطئ الذي عليه أجر من الأنبياء وسموه معصية لأنه لا يليق بمقامهم؟ المثال الأول، اجتهد النبي فانشغل بدعوة رؤساء قريش الذين هم كان يرجو في إسلامهم قوة للإسلام، وأعرض عن الأعمى، فبين الله خطأ اجتهاده فقال عبس وتولى. يبقى ده اجتهد وأخطأ فله أجر، مش له مش ياخد ذنب.
المثال الثاني: اجتهد النبي ففدى أسرى بدر ولم يقتلهم، وأراد أن ينتفع بالمال على حرب كفار، ووافقه قوما حبا في الدنيا، فبين الله تعالى خطأ الاجتهاد دوت، ونزل العتاب: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. فالنبي لم يرد الدنيا ولا أبو بكر، ولكن عاتب القرآن من كان فيه ذلك. يبقى اللي اجتهد الرسول اللي فيه أجر. المثال الثالث: يونس عليه السلام اجتهد فظن أنه يجوز له أن ينصرف عمن لم يستجيب له لقوم آخرين بلا إذن، وأن الله لن يضيق عليه، فبين الله له أنه اجتهاد خاطئ فتاب منه. قال تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليها نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طب ما مثل وقوع الخطأ الغير المقصود الذي لا وزر عليه من الأنبياء وسموه معصية لأنه لا يليق بمقامهم؟ المثال بتاعنا قتل موسى كافر، الكافر ده مستحق القتل، ولكنه لم يؤمر بقتله، كان من الخطأ، القتل ده كان من الخطأ الغير مقصود الذي لا وزر فيه. والدليل انه قتل خطأ لا وزر فيه، انما قتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، حديث صحيح. ولكن موسى عده ذنبا لأنه لا يليق بمثل موسى أن يقع فيه. والدليل قال ربنا عن موسى: قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له. وقال موسى يوم القيامة: إني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، وذلك يوم أن يذكر خطيئته يوم القيامة. طيب ما مثال وقوع الفتور عن الذكر الذي لا وزر فيه من الأنبياء وسموه معصية لأنهم لا يليق بمقامهم؟ وفطر النبي صلى الله عليه وسلم عن الذكر المستحب: لما كان هذا لا يليق، ولما كان هذا لا يليق بمقامي استغفر واعتبره معصية. والدليل على ذلك: إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. وقال: والغين هو الفتور عن الذكر. وقال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى اليوم، أي أتوب إلى الله وأستغفره كل يوم 100 مرة. طب ما مثال وقوع فعل خلاف الأولى الذي لا وزر عليه من الأنبياء وسموه معصية لأنه لا يليق بمقامهم؟ المثال الأول: عرض إبراهيم 3 تعريضات، الأفعال اللي خلاف الأولى للضرورة، ولما كان هذا خلاف الأولى عدها إبراهيم عليه السلام كذب، وهذا تعريض جائز للضرورة وسيذكرها للناس يوم القيامة لما يسألوه عن الشفاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم عليه السلام قط إلا 3 كذبات، 2 في ذات الله تعالى. فالرسول سماها كذبات والشرع سماها كذبات لأنها لا تليق، بس دي مش حرام، ده تعريض لمصلحة الدعوة. الكذبة الأولى لما قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه إن كانوا ينطقون. الدليل المتعريض أنه علقوا على قوله إن كانوا ينطقون، يعني إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم، فده مش كذب، ده تعريض. الكذبة الثانية: لما أراد صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام الانفراد بالأصنام وتكسيرها وعدم الخروج للعيد، فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. ده تعريض لأنه عنا إني سقيم منكم وقلبي في ألم وضيق مما تعبدون، وهم فهمون مريض فسبوه ما طلعش العيد. الكذبة الثانية: قوله عن سارة إنها أخته، وكان يقصد إنها أخته في دين الله ليتخلص من القتل، ده الكذبة الثالثة. ولا وده جائز بالشرع، ولكن لعلو شأن إبراهيم سماه خطيئة وذنبا. المثال الثاني: دعا نوح على قومه وده خلاف الأولى، فالأولى أن يصبر ولا يدعو عليهم هذا الدعاء الشديد كما صبر النبي على قومه، وليست هذه في الحقيقة بخطيئة في حق أحد الناس. ولذا لما اختار أبو بكر الفداء واختار عمر القتل في أسرى بدر
قال النبي لأبي بكر: إن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم، فمن تبعني مني فإن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وإن مثلك يا عمر مثلك يا عمر كمثل نوح، قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فإبراهيم أعلى قدرا من نوح عليه السلام. المثال الثالث: سأل موسى ربه عن الحكمة من إهلاك ابنه رغم أنه عنده وعد بنجاة أهله، ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. السؤال عن الحكمة وليس بذنب ولا معصية، بدليل كما سألت الملائكة عن الحكمة في خلق الإنسان، ولأنه كان لا يليق، فالملائكة قد سألوا الله تعالى قال: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس؟ قال: أعلم إني أعلم ما لا تعلمون. مع أن الملائكة أطوع الكائنات، كملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمره، فهم ده مش معصية، ده سؤال عن الحكمة. من الملائكة ما بتعصاش. وعدها موسى ذنبا لعلو شأنه، وقال في الشفاعة: إني سألت ربي ما لم يكن لي أن أسأل. ما الدليل على عدم عصمة أحد بعد النبي؟ إن أبو بكر أخطأ في الرؤية، والرسول قال له: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فكل بعد الأنبياء مش معصوم. قل قولي هذا واستغفر.